علشان اي بلد في العالم يتقدم لازم الناس اللي عايشين فيه يحسوا ان هم مهمين عند القائمين على البلد دي، مش مهم كان غني ولا فقير، كان كبير ولا صغير، كان سليم او كان معاق. وده اللي شفناه يمكن في الفيديو اللي فات من انجلترا، وفعلا ازاي بيهتموا بكل الاشخاص الموجودين عندهم ايا كان هو ايه، زي ما قلت غني او فقير، معاق او سليم. الناس بتفكر ازاي تخدم كل مواطن مهما كان هو ايه في البلد، على العكس تماما عندنا. ويمكن انا كنت قلت الموضوع ده في حلقه من حلقات افهمونا قبل كده، ان حد من المعاقين كان اتكلم معايا في الموضوع ده، ان هو كان بيطلع رخصه للسيارات بتاعه المعاقين، وطلبوا منه ان هو يروح يطلع الكشف الطبي في مكان المعاقين في الدور الثاني، ومفيش اسانسير والسلم ما بيطلعش الكرسي. فيعني حتى الناس هم بيطلعوه هم بينزلوه اتحشروا في السلم، ولا عرفوا يطلعوا ولا عرفوا ينزلوا، وفضل قاعد 4 ساعات مستني في الشارع لغايه لما الدكتور يخلص النبطشيه بتاعته وينزل عشان يقابله على السلم تحت عشان يمضي له على الورقه. ده الفرق بين هناك وده الفرق بين هنا. نرجع بقى لموضوعنا تاني، وضيفنا اللي مشرفنا واللي بيبقى موجود معانا بصفه ثابته كل شهر الداعيه الاسلامي زياد العجماوي، اهلا بيك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ منورنا يا زياد. وكنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت وانت موجود معانا، قلنا في حاجة مهمة جدا، وهي ان في المجتمع دلوقتي اصبح هناك تدهور في الاخلاق. هل التدهور في الاخلاق ده له معالجات، وازاي المعالجة، وازاي ان اصبح دلوقتي صاحب الاخلاق بيحارب نفسيا ان هو يقدر ان هو يواجه مجتمع بعض الشيء فيه للاسف بيفقد الاخلاق، ازاي يقدر ان هو يفضل على دوره وانه يفضل يكون راجل صاحب اخلاق ويكمل في طريقه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا يعني أستأذنك أبدأ الأول بمقدمة أو بمعنى عايز ألفت النظر ليه، وبعدين نتكلم في النقطة اللي أنت اتكلمت فيها. أنا كنت مبسوط قوي أن أنا جاي هنا أتكلم في الأخلاق، لأن أنا حاسس أن الأخلاق أو نقص الأخلاق من أسباب الوضع اللي احنا عايشين فيه النهاردة في مصر. كان عندنا صورة جميلة جدا 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 في 25 يناير 2011، الصورة مش بنفس الحلاوة لسه. أنا وفي وجهة نظري يعني المتواضعة شايف إن مشكلة كبيرة جدا من سوء الأوضاع اللي احنا وصلنا لها في مصر النهاردة هي الأخلاق. المشكلة مش سياسة، المشكلة مش زي ما ناس كتيرة فاكرة، هي المشكلة إن احنا أخلاقنا تدهورت، وده بينعكس وبيبان في الأزمات وبيبان عند المشاكل. فانا شايف ان النهارده انا وانا بصلح اخلاقي انا فعلا بفكر في مصر، بفكر في البلد. في ناس كتير شافت ان من 25 يناير 2011 الحريه بعض الناس شافوها همجيه. انا موافق على فكره ان الحريه من غير اخلاق تبوظ. ما هي حريه من غير اخلاق الدنيا هتبوظ، ما هي الحريه مش مطلقه، ما هو لازم يكون في ضوابط واخلاق، وده اللي انا نفسي ان احنا كل مره ناخد خلق من الاخلاق سريعا كده نتكلم فيه ونشوف الايات اللي بتتكلم فيه، الاحاديث اللي بتتكلم فيه. وان كنت عايز اقول انا مش كلامي للمسلمين بس، احنا نتكلم في الاخلاق على فكره، والكلام ده لا خلاف عليه، يعني ما فيش المسيحي يسمعنا واليهودي يسمعنا لانها فطره، يعني اخلاق الاسلام تتناسب مع الفطره. فاحنا محتاجين كلنا نرجع للاخلاق دي، ودي انا شايف ان هي ممكن تدي دفعه جامده جدا جدا للتقدم او للنهضه او لمصر اللي احنا بنحلم بيها او اللي احنا نفسنا نشوفها ان شاء الله. كون النقطة اللي احنا بنتكلم فيها الماسك على اخلاقه ويمسك ازاي على اخلاقه، انا الحل الوحيد ليا في النقطة دي ان انا تبقى اخلاقي لله مش للناس، تعامل مع ربنا. الله يفتح عليك. اصل انا لو بعامل الناس ما انا هعامل اللي قدامي زي ما بيعاملني. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا يكن احدكم امعة. فقالوا وما امعة يا رسول الله؟ فقال الرجل يقول الأمعة بقى اللي هو بيقول ايه ان احنا ما نبقاش كده بقى، بيقول ايه؟ انا مع الناس، ان احسنوا احسنت وان اساءوا اسأت، ولكن ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وطنوا انفسكم. يبقى انا خلقي ده لله عز وجل. الناس بقى زي الناس، عكسي الناس، ضدي الناس، بتتريق عليا. ما خلي بالك ان انا عايز اقول لك بقى يعني مثلا في ناس هتقول لك الطيب بيقول عليه عويط، يقول عارف ليه؟ اصل انا مش شايفهم، انا شايف ربنا، انا مش شايفهم خالص. مين اللي بيقولوا دول؟ انا مش سامع. انا المهم ربنا سبحانه وتعالى ينظر الي ويراني كما اراد ويراني كما امرني. الناس بقى زيي مش زيي، معايا مش معايا، طيب يتقال اسوأ من كده،
ده ما يهمنيش. على فكره ده الحل الوحيد، ان انا يبقى المنبع الاساسي لاخلاقي هو علاقتي بالله عز وجل، انما غير كده هتاثر، غير كده هضعف. طب هي مش يمكن الظروف اللي محيطه بالناس هي اللي بتاثر عليها؟ يعني لو افترضنا مثلا ان في وقت مثلا الساعه 3 العصر والناس جايه، وانا جاي مثلا دلوقتي جاي التلفزيون وكوبري اكتوبر ما بيتحركش وميدان التحرير ما بيتحركش والدنيا واقفه وزحمه، مجرد بس ان حد يكسر على حد ممكن في لحظه كميه شتايم غير طبيعيه وخناقه والدنيا تبوظ. طب ما هو ممكن التكدس المروري ده هو اللي خانق الناس، فالناس متوتره. يعني قصدي ان في اسباب هي اللي بتوصل الشخص ان اخلاقه تبقى بالمنظر ده. يعني انا مش حابب ان احنا نحط شماعه ونعلق عليها سوء الاخلاق، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت اخلاقه في السلم وفي الحرب، في الرغد وفي المشقه، كانت اخلاقه في كل الاوقات. بس ده سيدنا محمد، ما فيش حد فينا سيدنا محمد، بس هو قدوتنا. والا ما كان الله عز وجل يبعث رجل مثلنا نبي. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى بعت النبي راجل زيي وزيك بشر؟ ليه؟ ما هو كان ممكن القران ده يتكتب في السماء، هل يعجز الله عز وجل عن هذا؟ لا. ما هو كان ممكن الملائكة هي اللي تنزل لنا القرآن، سنزله في إنسان. لكن بالظبط، لكن ليه بشر. ليه ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان أنا بص إيه ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بني آدم، بني آدم بكل ما تحمل كلمة بني آدم من معنى. يمكن الإسلام عايز يوصل لك نقطة، اللي هي مثلا إحنا لما بنشوف مثلا في جمهورية مصر العربية نلاقي إن فيها عشوائيات كتير، العشوائيات دي جواها فساد أخلاقي غير طبيعي. بمعنى أكيد الشكل العام اللي إحنا بنشوفه من بره على العشوائيات دي هو بيعكس نفس الصورة اللي داخل جوه إنسان داخل هذه المنطقة، تمام؟ ناس بتحارب وبتحاول ان هي تكون كويسه وطيبين وغلابه وبيحاول يمشي جنب الحيط زي ما بيقولوا، ولكن المجتمع اللي هو عايش فيه والمنطقه اللي هو ساكن فيها دايما، حتى تعريف الانسان هو كل ما يحط بيه من كائن حي او جماد، يعني هو ده المنطقه، شكل المنطقه اصبح صوره داخله. ازاي نقدر في ظل الظروف اللي احنا بنعاني منها خلال هذه الايام، ان احنا مش قادرين نوفر سكن كريم للناس دي يعيشوا فيه في عمارات شكلها محترم، ازاي اقدر ان انا اكافح حاجه زي كده؟ يعني وهي كمان اضافه على كمان كلام اسلام، هي مش سكن بس، انت سكن واكل ونوم وشغل يعني واحد عليك كميه الضغوط دي من كل حاجه حواليه، ولا لاقي شغل، ولا او يا دوبك شغله اللي بيقبض منه مثلا 200 جنيه ولا 300 جنيه اللي هو هيكفوا ايه ولا ايه. فقصدي ان الظروف الاقتصاديه او الظروف المحيطه بالشخص ده هي اللي بتاثر عليه، بتاثر على اخلاقه. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك كنت بتقول كده، ان سيدنا النبي هو بالنسبه لنا قدوه، بس ما فيش حد فينا نبي وما فيش حد فينا رسول، فمهما كان احنا لازم هنغلط. ومع الضغوط اللي موجوده دلوقتي او المحيطه بالشخص اللي موجود هنا هي اللي ممكن بتضطر، وهي مش شماعه، او هي ممكن تكون ده سبب من الاسباب، فهي اللي بتضطر ان هو يعمل كده غصب عنه. يعني هرد ردين. الرد الاولاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انا مش هقدر اكون زيه، بس احنا دايما في حياتنا عارفين ان احنا لما بنشن ان انا عايز اجيب 100% في الامتحان بجيب 90، بجيب 85. لكن لو داخل اقول انا عايز انجح، عايز اجيب 51، هسقط. فانا احلم وطموحي يبقى اقصى مدى، والله المستعان بقى اقدر احقق قد ايه، بس كل ما هزود سقف، على فكره الكلام ده مش في الاخلاق بس، ده في كل حاجه، كل ما هزود سقف احلامي وطموحاتي كل ما ده لنفسي بالظبط، وكل ما هقول انا مش قادر، انا يا دوب على الحته دي، انا اللي انا اصلا بقول اللي انا يا دوب قده ده مش هعرف اجيبه اصلا، وهجيب اقل منه. فدي اول نقطه. فانا انا مش هبقى زي سيدنا محمد طبعا، لكن هحقق قد ايه؟ الشطاره بقى، مين فينا هيحقق اكتر؟ النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها نقطه الظروف. في الاخر احنا مش اخلاقنا لله عز وجل، يبقى انا اللي همي ان انا هتحاسب يوم القيامه على الاخلاق دي. انا ربنا هيحاسبني على قدر طاقتي، انا عملت اللي عليا ولا لا، انا جبت اخري ولا لا. بس جبت اخري ده ما يعرفوش الا الله عز وجل. لو انا جبت اخري وحتى بعد ما انا جبت اخري ما حققتش، اؤجر واخد الثواب. لكن لو انا من الاول سلمت وقلت ما هي كل الناس بتعمل، ولا الظروف اللي حواليا، طب انت حاولت؟ طب انت جربت؟ لا، السؤال الدقيق، انت جبت اخرك؟ اجيب اخري واحاول واجاهد وقاوم وجدد العهد مع الله عز وجل وافضل شغال، مش بحقق حاجه، مش مهم، هموت كده، موت كده. بس الناس اللي انت بتتكلم عليها دلوقتي اللي هو بيجاهد وبيكافح ونفسه يوصل التارجت بتاعه زي ما انت قلت، ان يكون في سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد، ده بيبقى كفاح طويل.
بيحاول عليه اسبوع اسبوعين ثلاثه شهر شهرين ثلاثه بيبتدي يحس ان العوامل الخارجيه المحيطه بيه سواء في شغل او في شارع او في بيت او في سكن كل العوامل دي بتكبت عليه بتخنق عليه مش قادر ان هو يكمل حاسس ان هو في غربه وهو في بلده. يعني طبعا الاستعانه بالله عز وجل اولا ثم في اسباب يعني في اسباب استعين بيها يعني انا مش بس هبقى بجاهد كنوع من انواع الملحمه الفرديه ليا ان انا عايشها لوحدي لا انا استعين بالاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يسرها لي يعني اولا مما يعين بل انا شايف ان هو اهم عون الصحبه انا لو عندي صحبه شتان ما بين حالتي وانا من غير صحبه الدين صحبه يا فندم الدين صحبه طبعا طبعا يعني انا لازم يكون عندي حد بيعني احساس ان انا لوحدي ومفيش حد زيي ده صعب جدا لكن لما الاقي حد عايش نفس اللي انا عايشه وانا وهو بنشجع بعض وانا وهو بناخد بايد بعض وانا ده مهم جدا 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 وكل ما الصحبه تكبر وتزيد من حواليا ده عامل في منتهى الاهميه استعين في سبب تاني من اسباب ال نقدر نقول بقى اللي هو يعني ترك المعاصي او تحسين الاخلاق او اداء الطاعات او كده ان انا لو لقيت ان انا محطوط في بيئه البيئه دي بيئه سوء اتحرك براها بقدر استطاعتي تاني أيوة بقدر استطاعتي التقدم اللي احنا عايشينه بنشوفه من خلال الشاشات والفضائيات والافلام المعروضه والاغاني المعروضه والشوارع اللي بيحصل في الشوارع وظاهره التحرش والحاجات دي انا بتكلم معاك بصراحه جدا على فكره بتكلم في ارض الواقع يعني أنا عايز مبسوط عايز انزل معاك في ارض الواقع وبتكلم بلسان شباب كتير بيقول لك طب انا ازاي اعرف اغض نظري ازاي هقدر ان انا اشوف في مجتمع مثلا كل ما اتفرج على حاجه الاقي فيه الصالح وفيه الطالح اكيد ولكن بلاقي الطالح كتير ازاي هقدر ان انا اكمل مستقيم حتى لو قلت الدين صحبه الدين صحبه ومعاك فيها مليون في الميه ولكن الصحبه اللي موجوده من الشباب في موجود بس يعني اكيد لكل قاعده شواذ في الوحش وفي الحلو بس اللي ظاهر دلوقتي بالنسبه لنا مين الحلو ولا الوحش من وجهه نظرك ما انا هقول لحضرتك حاجه في حاجات انا ما بختارهاش وفي حاجات انا بختارها يعني لو بنتكلم على الاعلام بنتكلم على التلفزيون بنتكلم على الانترنت بنتكلم على الكلام ده كله لا انا اللي بختار انا اللي بختار اتفرج على ايه انا في ايدي ريموت صح انا اللي بختار ادخل على انهي موقع على الانترنت انا اللي بختار اخرج فين انا اللي بختار اقعد اقضي وقت واسافر واتفسح مع مين انا في حاجات كتير قوي انا اللي بختارها واقدر ابطلها واقدر ابعد عنها ده انا بتكلم في الحاله الأسوأ ان انا في حاجات مش عارف اعملها يعني انا محطوط في بيئه ومش عارف اسيبها شغل وما اقدرش اسيب الشغل ده سكن ومش قادر اسيب السكن ده ماشي ده بنقول له على قد ما تقدر وعلى قدر استطاعتك لكن الحاجات التانية انا لازم اكون صاحب قرار ولازم اكون قوي وما انسقش ورا الجمع لا انا لوحدي لا انا مش لوحدي انا مع الله طب في نقطة مهمة جدا برضو في الأخلاق وهي قصة التحرش يعني يمكن حتى مهما الإعلام كان مسلط عليها الضوء الفترة اللي فاتت فهي على أرض الواقع أكبر بكتير جدا لو هنوجه رسالة باسم الدين لأي واحد بيعمل الموضوع ده أو يفكر الموضوع ده هنقول له إيه مرة واحدة مسلمة راحت تشتري ذهب من سوق اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة اسمها بني قريظة عايشة في المدينة رايحة الست مغطية شعرها و لبسها ويعني شكلها غريب كده اليهود مغطيه وشها كمان طب اكشفي وشك بس عايزين نتكلم معاكي لا مش انا كده ما مش عارفين نتكلم تاجر ده يهودي بتبيع له دهب يعني راح واحد تبع التاجر ده كده اتغاظ منها ومن شكلها غريبه وسطيهم كده هي قاعده كده على الارض راح جاي طارب رابط طرف توبها في الطرحه بتاعتها تخيل كده واحده قاعده على الارض وطرف الفستان او العبايه او اللي هي لابساه ايا كان اتربط في الطرحه بعد ما خلصت راحت قايمه ايه اللي حصل الطرحه شدت الفستان فانكشفت ساقيها اتخضت ولا حاله هلع من اللي حصل وعماله بقى تشد وتغطي نفسها وبتاع وهم عمالين يضحكوا مسلم واقف شاف المنظر ده راح مطلع سيف وقتل اليهودي اللي عمل الحركه دي تبين له كده مين اللي عمل الحركه دي قتله راحوا ملمومين عليه وقتلوه رجعت الست للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بتقول لهم حصل كذا وكذا وكذا حرك النبي صلى الله عليه وسلم جيش لطرد بني قريظة من المدينة اللي يعمل كده في ستاتنا ما يعيش معانا وطردت قبيلة بني قريظة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يا ريت يكون ده العقاب طبعا بسرعة قوي يا ريت يكون ده العقاب انا عايز اقول لحضرتك حاجة المسلم مات
عشان يكشف واحده من عشان يستر واحده لاخته ولا بنته ولا مراته. يعني هي قصه العقاب اللي لازم يبقى فيها عقاب. مش قصدي يا فندم، انا قصدي الروح اللي عند المسلم. انا مش انا اللي بعريها، مش انا اللي بهتك سترها ومش انا اللي بتعدى عليها، ده انا موت نفسي عشانها. مش انا اللي بعمل فيها كده. رساله لكل واحد بيسكت بيشوف واحده بتتعاكس قدامه في الشارع وبيسكت. واللي بيعمل يا فندم، واللي بيعمل واللي بيعمل اللي عمل كده اليهود، احنا نعمل كده في نفسنا؟ احنا نعمل كده في نفسنا؟ ده وبعدين اقول لك حاجه، يعني انا بس نفسي اتخيل كده المنظر، ان واحد مسلم بيشوف واحده مسلمه بيتعامل فيها كده، بيقف يصور بالموبايل حتى لو لابسه ايه، يبص ناحيه ثانيه ويمشي حتى لو لابسه ايه، حتى لو لابسه ايه، هذا ليس ده لنفسها، ده لنفسها، لبسها لنفسها، تلبس اللي مش طالما هي لبست احنا ما انا عايز اكد لان في ناس يقول لك ما اشوف ما هي لابسه ايه، فعايز اكد ان الناس مش بيلبسها. هي لابسه ايه؟ والله حتى لو لابسه ايه، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هي لو مش مسلمه، هي لو مش مصريه، هي لو اجنبيه، انسانه لها 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 كرامتها ولها يعني ما نحفظه لها. جيش بيتحرك وقبيله بتطرد عشان واحده سقيها اكتشفوا، واحد بيموت بيبذل روحه عشان خاطر امراه هو لا يعرفها، لكن قايم يموت عشانها. فايه الفرق ده؟ ايه الفرق اللي احنا بقى النهارده بنلعب دور اليهود، بنعمل كده في بعض، بن 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 بنكشف وبنهتك ستر بعض. هو انا عايز ادي رساله، وبعدين عايز اقول كلمه ثانيه، معلش انا اسف، بالذات في موضوع التعدي على حرمات النساء ده، والله يا ريت كل شاب يحفظ الكام كلمه دول، عفوا تعف نساؤكم. والله والله والله، والكلام ده ثابت بعشرات الحكايات اللي انا عشتها وشفتها. ومن دنا يدانا، والله بتترد، والله بتترد. اللي بيبص على ستات بيتبص على ستاته، اللي بيتجاوز مع نساء بيتجاوز مع نسائه، اللي بيتحرش هيتم التحرش بنسائه. والله بتترد وباسرع ما يمكن. كما افعل ما شئت كما تدين وتدان. ده انا المفروض انا اللي موت نفسي عشانها، مش انا اللي اهتك سترها. الداعية الإسلامي زياد العجماوي، احنا بنشكرك، الوقت عدى بسرعة النهاردة، لكن أكيد زي ما احنا متعودين لنا اللقاء متجدد معاك إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يكرمك وجزاكم الله خيرا، وسعيد بوجودي معكم. بنشكر حضرتك جدا. نورتنا. نورتنا. ويمكن بس عايز أدي رسالة بسيطة، أنت قلت مواضيع جميلة جدا، وهي أهم حاجة يكون عندنا نخوة ويكون عندنا احساس. صحيح. واخلاق. صحيح. بالغير دي. صحيح. اهم حاجه في الفتره اللي جايه ده، كانها اختي، دي اختي اللي انا شايفها قدام ده بالتاكيد، ايا كان وضعها. بنشكرك جدا ونورتنا وشرفتنا، وانتظرونا الاسبوع القادم في نفس الميعاد وحلقه جديده مع افهمونا. هقول كل اللي عندي لو هكسر الحواجز، اتمنى تفهموني وان اكون بديكوا حافز بمنتهى الصراحه مع كل احترام، هي دي وجهه نظري من غير لف ودوران. هقول كل اللي عندي لو هكسر الحواجز.